أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا الأولى، وموضوع بهم كل الأهالي اللي عم يتابعون أهمية الاعتناء بأسنان الأطفال. يمكن متابعتهم والعناية فيهم ضرورية جدا ومتعبة، لكن لازم نعرف أهمية العناية فيهم، كيف فينا نعتني فيهم مع الأسنان اللبنية أو قبل بزوغ الأسنان. كل هاي التفاصيل نحن نتعرف عليها مع دكتور الأسنان محمد علي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، يعني اهلا وسهلا دكتور. كثير من الاهل بيتعرضوا لمواقف انه في الام باسنان الاطفال او في تشوهات نتيجه وقعه هن وصغار. يعني خلينا نحكي ايمت فينا نحن نصلح اسناننا، ايمت فينا نوجه اولادنا لحتى يمكن يهتموا باسنانهم، وايمت فينا نحن نعرضهم يمكن للاشعاعات، للحفر، حفر النخوره والى اخره. تماما. صباح صباحكم مره ثانيه، اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للاسنان اللبنيه بتبلش بالبزوغ بعمر 4 أشهر لحد 6 7 أشهر. نعم. بيبلش اول سنه لبنيات بالبزوغ. من هاللحظه هاي بتبلش المفروض العنايه الفمويه. مفروض انه اللوم فرشات اسنان مخصصه للاطفال باشر من هالعمر هذا، حتى لو مره واحده يوميا كميه معجون الاسنان قليله جدا. هون بيتعود الطفل من اول ما بيبزغوا الاسنان انه اي عمر مناسب. اي عمر مناسب فينا نعتبر انه العنايه بالاسنان من اول يعني بزوغ اول سن لبنيه، هون ببلش العنايه بالصحه الفمويه. هي الصحه الفمويه اذا بنقول بعد السنتين ممكن نعلم الطفل كيف يمسك الفرشايه يبلش. تماما. السنتين هون المفروض الطفل يمسك الفرشايه، وبتكون فرشايه خاصه لإله يصير هو يعتني طبعا برعايه الاهل. وفي معاجين خاصه للاطفال. صحيح. معاجين خاصه، هاي المعاجين المفروض تحتوي على نسبه فلور اقل من المعاجين اللي بنستخدمها نحن الكبار. وكميه المعجون لازم تكون قليله جدا، يعني لا تتجاوز حبه العدس، بحيث اذا بلع الطفل ما تاثر عليه او تعمل له اي مشكله. بالنسبه للاسنان اللبنيه هي موضوع شائك شوي، لانه معظم الاهالي بيعتبروا انه الاسنان اللبنيه اسنان مؤقته وراح تسقط مع الزمن، لذلك بيهملوا شوي. صحيح صحيح. علما انه الاسنان اللبنيه هي اساس لصحه الطفل مدى عمره، يعني هو اساس صحه الاسنان الدائمه. لذلك المفروض ما نهملها ابدا، ونتابعها متابعه دوريه سواء عن طبيب الاسنان او بالعنايه. نعم دكتور. كمان خلينا نحكي لما بيتعرضوا الاسنان اللبنيه انه يسودوا او يصير عندهم نوع من التآكل نتيجه الاهمال، خلينا نحكي شو لازم الاهل يتصرفوا، وهذا الشيء نتيجه شو؟ نقص فيتامين شو؟ هلا من خلال الزياره الدوريه لطبيب الاسنان اي نخر عند الاطفال بالاسنان اللبنيه مفروض يتعالج، ينحفر ويتعامل كسوس عادي، ينحفر وينشال النخر وتنحط حشوه. اذا اضطرينا نسحب عصب كمان ما في مشكله، ممكن نسحب عصب للسن اللبني. لانه هو سن يعني بيرافق الطفل بالفتره انه جسمه بحاجه للتغذيه، المفروض نهتم بالسن مشان يؤدي وظيفته على اكمل وجه. لكن يمكن مثل ما قلت ببدايه حديثك دكتور، في كثير من الاهالي ما بيعتنوا باسنان اطفالهم اللبنيه باعتقادهم منهم انه هي الاسنان رح تسقط في اسنان جديده، لكن قديش مهم الاعتناء فيها؟ نحن عم نشوف اسنان فيها تصبغات، احيانا حاله من التسوس توصل للجذور، كمان هي بتاثر على بزوغ الاسنان. تماما. الجديده، فخلينا نحكي عنها شوي. عم قل لك انه المفروض المتابعه الدوريه اي سن اي نخر مفروض يتعالج قبل ما نوصل لمرحله انه نضطر نقلع السن اللبني. يعني في حال اضطرينا نقلع السن اللبني قبل موعده شو بيأثر؟ هون بيأثر على السن الداعم اللي تحته. في اجراء ثاني وقتها انه لازم نحط حافظه مسافه مشان تحفظ المسافه اللي كان مأمنها السن اللبني، مشان بس يبزغ السن الدائم يلاقي محل له ما يطلع لا دهليزي ولا لساني او حنكي، او انه ما يلاقي مسافه بالمره ممكن يضل منطمر بهالحاله. بنحط حافظه مسافه، حافظه المسافه مبدأ بسيطة عبارة عن طوق وأروة تستند على السن اللي بعد القلع وبيطلع منها امتدادات، هاي عروة بنسميها، بتعود مكان السن المقلوع تماما وبتوصل للسن اللي قبل القلع بحيث تحفظ المسافة تماما اللي كانت موجودة أثناء وجود السن. نعم. التشوهات بالاسنان دكتور كيف فينا نعالجها، وخاصه يمكن الاسنان اللبنيه بنشوف كثير في تشوهات، حتى تقويم الاسنان يمكن ما بينحط لحتى يفرم الطفل كل اسنانه، كيف بدنا نعالج التشوهات؟ هلا بالنسبه لتقويم الاسنان عند الاطفال
في أجهزة بتعود، يعني في أجهزة ممكن نستخدمها قبل ما نوصل للتقويم السابق، هي نستخدمها عند الأطفال. ممكن يكون يعني لما بيكون في أسنان لبنية يستخدم هي الأجهزة، وهي الأهالي نفسهم بينتبهوا إنه ابنهم بده علاج تقويمي ولا لا من خلال مظاهر معينة، التنفس عن طريق الفم ممكن يكون مؤشر على إنه الطفل بده تقويم، المضغ الغير جيد، إنه الطفل ما يقدر يفتح فمه بالوضع الطبيعي كمان بيدل إنه ممكن الطفل يكون بحاجة لتقويم. في عادة هي مص الإصبع عند الطفل خصوصي الإبهام، هاي مؤشر إنه إذا استمر لبعد 5 سنين واستمر الطفل فيها، هاي مؤشر إنه الطفل رح يحتاج لتقويم. ممكن نلجأ لأجهزة بسيطة بالمرحلة اللبنية، مرحلة الأسنان اللبنية، بحيث إنه بس تروح الأسنان اللبنية ونبلش بالتقويم الثابت بيكون مرحلته قليلة واستجابته سريعة. والمرحلة العمرية المناسبة للتقويم يعني لما بتبلش من عمر 8 سنوات لعمر 14 سنة، هون بيكون حجم الفك عميل ما، حجم الرأس عميل ما، والاستجابة بتكون سريعة جدا وبتكون ممتازة، أفضل ما نتأخر لسن المراهقة أو ما بعد، بتكون الاستجابة أفضل. طيب دكتور، يمكن من اكثر المشاكل الاسنان شيوعا عند الاطفال هي التسوس، بس فينا نقول التسوس درجات وكيفيه معالجته ممكن يوصل للجزر ولا لا؟ تماما، على التسوس مثل عند الطفل مثل عند الكبير، ببلش بنقطه صغيره وبيمتد امتدادات مخروطيه داخل السن، ممكن يوصل لمرحله بالنهايه اذا الاهل ما انتبهوا انه نقلع السن اللبني بشكل كامل. وبحب هاي حالات كثير بتراجعنا على يادي، انه بيجي اما ابنها عمر 7 سنوات او 8 سنوات عم يعاني انه سن الرحل الاولى الدائمه او السن الدائم هي بتبزغ بها العمر، عمر 7 سنين تقريبا. بيتفاجئوا الاهل نتيجه قله ثقافه معينه، بيفكروا سن لبني. وبيجوا بدهم يقلعوها او كذا. هون بنبه الاهل انه الرحل الاولى الدائمه بتبلش بالبزوغ بعمر 6 سنوات. يعني الطفل بعمر 6 سنين بيكون بالإضافة للعشرين سن اللبن الموجودة عنده رحى بكل جهة أو ضرس، حتى بيسموها رحاء الست لأنه بتنمو بعمر 6 سنوات لحد 7 سنوات. لذلك الزيارة الدورية لطبيب الأسنان هي اللي بتريحنا من مشاكل كثيرة بالنهاية. نعم دكتور، خلينا نحكي عن تلون الأسنان. ليش بيتلونوا احيانا اسنان الاطفال وليش بصير عندهم نوع من الحاله لون اسود، وخاصه اذا اكلوا طرقه على سنهم بيتغير لون هذا السن وبصير مثل تشوه بالفم؟ تماما، هي اي صدمه للسن اللبني، اي صدمه او سقوط نتيجه حادث نتيجه سقوط، بيترافق انه بده يتموت العصب، بيتموت العصب، بعد تموت العصب بده يتلون يتغير لون السن. هون اذا اضطرينا لانه نقلع السن اللبني مثل ما قلت لك سابقا بنلجا لشيء اسمه حافظه مسافه. هي بنحطها بحيث تحفظ مسافه السن اللبني وتامن الناحيه الجماليه والوظيفيه للطفل. طيب دكتور، في كثير من الاهالي مثلا قلت ببدايه حديثك انه بزوغ الاسنان عند سقوط الاسنان اللبنيه هي 6 سنوات، في كثير من الاهالي بتقول لك انا اولادي تاخروا، بيختلف من عمر لاخر واذا تاخرت تاخر بزوغ الاسنان؟ تاخر بزوغ الاسنان. وليك بالنسبه لموضوع تاخر بزوغ الاسنان بنلاحظوا انه معظم اسبابه غالبا وراثيه، يعني بتكون الاب والام عندهم تاخر بزوغ الاسنان او نتيجه سوء تغذيه، نقص فيتامينات عند الطفل نفسه. وبنلاحظها عند الاطفال الخدج الولدانين الجداد واوزانهم قليله. اوزانهم بتكون قليله ممكن نلاحظها. بنلاحظها متلازم الداون مثلا، تاخر بزوغ الاسنان. بنلاحظها بمرضى الكساح المعندين على فيتامين د. وبنلاحظها بمرضى اللي معهم قصور بالغده النخاميه. يعني هي معظم الاسباب اللي بتؤدي ل تاخر بزوغ الاسنان تماما. هون نتعامل حسب السبب، بدنا نبحث عن سبب التاخر. امتى بنسمي انه السن تاخر بزوغه؟ لما بيوصل الطفل لعمر يعني حوالي 18 شهر يعني سن ونص وما عنده اي سن بيتمه، هون بنعتبر انه تاخر جدا ولازم نبحث عن السبب. تماما. دكتور خلينا نحكي عن الحليب، قديش الحليب بيأثر ايضا على الاسنان اذا كان غير مناسب، اذا كان تم ايقاف الحليب بشكل كامل لدى الاطفال قد ايه كمان بيأثر على نمو الاسنان
ويمكن للمدى البعيد قديش بيأثر الحليب؟ هلا مثل ما حكينا من شوي انه نقص التغذية ممكن يعمل مشاكل بالأسنان، ولكن الحليب خاصة الحليب هو بالمرحلة يعني من لحد السنة هو الغذاء الطفل الوحيد تقريبا، صحيح، والعمر 6 شهور فينا نقول، لذلك الحليب هو أساسي نمو الأسنان ونمو الجسم بشكل عام. بشكل عام لا، المفروض يكون حليب الأم هو أفضل حليب أكيد. نعم تماما. في حال ما في حليب أم أكيد في مصادر حليب أخرى حسب كل طبيب الأطفال هون اللي بيحددها، أنه كل طفل بيناسبه نوع حليب معين. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الفترة الزمنية لسقوط الأسنان اللبنية عند الأطفال، إنه بيعمر 6 سنوات بتبلش أول سنة، أول سنة تسقط. المدة الزمنية قديه؟ لأنه كثير من الأهالي يمكن مثل ما قلت ما بتعرف كل هي التفاصيل، بتقول لك مثلا ابني لسه ما طلعوا كل أسنانه وتأخر، دائما في مقارنة بين الأطفال الآخرين. لا، في حالات ممكن تكون عامة وبشكل طبيعي ما في أي مشاكل. اول سن لبني بتبلش مثل ما حكينا بعمر 5-6 سنوات، هي السن السفليه بالغالب بتبلش تسقط وبتتوالى تباعا بعدين. قديش فتره زمنيه تقريبا؟ يعني من عمر 5-6 سنين لعمر 12 سنه. طبيعي المفروض. تماما هون الحد الطبيعي لانه تروح الاسنان اللبنيه وتطلع بدل الاسنان الدائمه. نعم دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي شوية نصائح يمكن نعطيهم للأهالي، لكل حدا عم يتابعنا. أنا بنصح الأهالي أنه مثل ما حكينا سابقا أنه صحة الفم والأسنان عند الطفل هي أساسية، لأنه تستمر مع الطفل مدى الحياة وهي أساس نمو جيد ونمو الأسنان الدائمة تكون جيدة. يعني انه يعلم الطفل من نعومه اظفاره من عمر السن واقل انه يعطيني باسنانه، هاي بتروح معه عادي مدى الحياه بتصير. المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان. اقراص الفلور عند الاطفال انا ما بفضل تتاخذ الا من مصادرها الطبيعيه، المياه المعدنيه الغنيه بالفلور او الملح الغني بالفلورايد، هاي المصدرين الاساسيين للفلور. اذا اضطرينا نعطي اقراص فلور وحسينا انه الطفل بحاجه ممكن نعطيها. هاي النصائح الأساسية، وهي أهمية المتابعة والمراجعة الدورية عند طبيب الأسنان. نتشكرك الدكتور محمد علي طبيب الأسنان على وجودك معنا، شكرا كثير. أهلا وميت سهلا فيكم. شكرا كثير لك دكتور، أهلا وسهلا فيك.